مرة أخرى نشكر منبركم المحترم تيفلت بريس على المواكبة الدائمة لعملية التندرس على صعيد الإقليم. كل ما يمكن قوله بالنسبة للموسم الدراسي الحالي هو أن الأمور تبشر الحمد لله كلها بخير، وأن الدخول المدرسي تم وفق ما هو منتظر، إذ أن الالتحاق تم بشكل يعني مرض جدا بجميع المؤسسات التعليمية ابتداء من يوم أمس 7، وأن عملية توزيع مليون محفظة تمت بنجاح، واليوم غاد نجتمع هنا باش تعطى الانطلاق الرسمي من طرف السيد عامل الإقليم. وبالمناسبة غادي نشكر جميع المتدخلين وجميع الأطراف على المساعدة ديالهم، مكونات المجتمع المدني، الصحافة المحلية، غادي نشكر السلطات الأدوار اللي قامت بها، غادي نشكر الجمعية ديال الآباء على الأدوار اللي قامت بها والتعبئة الشاملة، لأن كاين واحد الالتزام بمقتضيات مقرر السنة الدراسية اللي صدر على السيد الوزير، كاين واحد الاحترام للمذكرات الخاصة بتأهيل الفضاءات ديال المؤسسة التعليمية، كاين واحد الالتزام خاص بتنظيم الخريطة المدرسية، بحيث أن مظاهر الاكتضاض لم أقل بأنها منعدمة كليا، حتى لكاين حالات فهي حالات شادة جدا، ما تتجاوز عدد التلاميذ المتجاوزين الاعداد ديال 40 او 30 جوج او ثلاثه في حالات قصوى. كذلك على مستوى تدبير الموارد البشريه الوضع متحكم فيه الى حد بعيد، نتيجه لتعيينات المتعاقدين في الوقت المناسب والتحاقهم بالمؤسسات التعليميه ديالهم. مره اخرى تنقدم لكم الشكر الجزيل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وما تنساوش ديروا جيم.